انت ما بتعرفش تخليها منضبطه. هنرجع للاحمال تاني بس نروح لزميلنا فاروق صلاح واللقاء مع نجم مباراه اليوم محمود كهربا. الجديد ده بجد التحيه بكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي وكل مشاهدينا ومشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، عريس اللقاء ونجم اللقاء وصاحب الهاتريك محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الاهلي. وكهربا مبروك على كره الهاتريك ومبروك على اول هاتريك ليك مع النادي الاهلي. مباراه كبيره النهارده يا كهربا، اعتقد يعني بتبقى من اللحظات السعيده في حياتك يا كهربا النهارده اول هاتريك ليك مع النادي الاهلي. الحمد لله بشكر ربنا على فضله ونعمه على الواحد في الفتره ديت، كان الواحد تعب الفترة اللي فاتت دي وربنا كافئه وصبرت صبر كان صعب قوي عليا، والحمد لله ربنا كل ماتش كل ملعب ربنا بيكافئني على صبري وان انا كنت راضي بكل حاجة، وبحمده واشكره وبشكر اللعيبة والجهاز الفني على مساعدتهم ليا دايما، وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي على مساندته خلال السبع ثمان شهور اللي فاتوا كلهم، ويعني الواحد مش عارف يقول ايه يعني بجد والله على يعني الانبساط، بس طبعا يعني الفرحه ديت بس النهارده انا يمكن مش فرحان على قد ما جمهور النادي الاهلي يعني لازم افرحه كل ماتش انا واللعيبه، يمكن الواحد مش فرحان الفتره دي لحد بس ان شاء الله لما نصعد باذن الله وكلنا قافلين على نفسينا لحد لما نرجع نفرح جمهور النادي الاهلي، لان انا عارف ان هم زعلانين مننا. كهربا قريب من جمهور النادي الاهلي وهو واحد من جمهور النادي الاهلي ودايما قريب من نبضهم، بتزعل لزعلهم وبتفرق، بتبقى نفسك تعمل كل حاجه عشان تسعد الجمهور يا كهربا. كان يعني الحمد لله دي نعمه من عند ربنا ان جمهور النادي الاهلي كله بيحبني، يمكن المحبه من عند ربنا وانا بحبهم جدا، يمكن انا ما اقدرش اشوف واحد من جمهور النادي الاهلي زعلان وانا ابقى فرحان، يعني يمكن ربنا عالم النهارده الواحد ابقى فرحان، بس انا عارف ان جمهور النادي الاهلي لسه زعلان لحد لما نصعد وان شاء الله ناخد افريقيا والدوري باذن الله، وما تزعلوش الفتره الجايه هتبقى كويسه لينا كلنا لان كلنا منكم، بس انا يعني طالب بس الدعم ليكم منكم لينا كلنا وان شاء الله ربنا الكريم يفرحنا باذن الله. كهربا عايز اخد كلمه من كهربا لاكتر يعني مجموعه كان ليها دور مع كهربا، والدك ووالدتك، وانا عارف مدى حبك وارتباطك وبر كهربا بوالده بوالدته، وانا عارف حاجه كتير جدا انت بتعملها يا كهربا، اعتقد كان هم كلمه السر ومن حقهم النهارده ان احنا نديهم حقهم. لا والدتي اختي ويمكن انا بشكر على الفترة اللي فاتت دي كانوا مستحمليني كويس جدا، والواحد من غير اهله يعني مش قادر يعيش، لا انا عمري ما بفقد الثقة لان انا والدتي دايما وكانت بتقول لي كلمة يمكن ده اللي كنت ماشي بيها الفترة اللي فاتت ديت، يمكن كانت بتقول لي طول ما انت سليم واقف على رجليك وداخل البيت علينا دي بالدنيا وما فيها، فالحمد لله وبشكرهم ابويا وامي طبعا واختي واخويا. يمكن الفترة اللي فاتت دي دعموني كويس جدا وان شاء الله اقدر افرحهم دايما لان هم كلمة السر في كل حاجة اهلي. ربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم يا كهربا ودايما تفرحهم وتفرح كل جماهير النادي الاهلي. امين يا رب، ربنا يحفظكم يا رب حبيبي. اعتقد كلام من القلب، مش هقول من لاعب النادي الاهلي، هقول لا واحد من جمهور النادي الاهلي.